مثل سماحتكم عن ماهية التوكل ولماذا شبه في الحديث بالطير، جزاكم الله خير. التوكل حقيقة الاعتماد على الله والثقة بالله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأنه مقدر الأمور وأن في يده مصرف الأشياء سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يكن، مع تعاطي الأسباب، مع الأخذ بالأسباب من الأكل والشرب والكي والطب وأشبه ذلك. فالتوكل مركب من أمرين، الأمر الأول الاعتماد على الله والإيمان بأنه يسبب الأسباب وأنه بيده تصريف الأمور وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب الجنة وأسباب العافية.